مجلس النواب وافق بشكل نهائي على زيادة ضرائب السجاير والتبغ. يا ترى ايه تأثير القرار ده على أسعار السجاير؟ وهل فعلا العلبة سعرها هيزيد 60 جنيه مرة واحدة؟ ويا ترى التجار هيعملوا ايه في السوق؟ خليكم معانا واحنا هنقول لكم ايه الحكاية. مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عشان يزود قيمة الضرائب على السجاير والتبغ. والناس بعد القرار ده بدأت تقلق وتسأل يا ترى ازاي هيأثر على سوق السجاير في مصر. إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية اتكلم عن أسعار السجاير الجديدة والمتوقعة بعد قرار زيادة ضرائب السجاير والتبغ. إمبابي قال في تصريحات تلفزيونية ليه إنه موافق على القانون وطمن الناس على أسعار السجاير الجديدة بعد زيادة الضرائب، وقال إن في زيادة بس مش هتكون كبيرة، وإن سعر الفئة الاقتصادية اللي هي كيلوباترا واللي زيها مش هيزيد عن 30 جنيه، وده لأن القانون وصى إن الحد الأقصى لزيادة الفئة دي يكون 31 جنيه، وقال إن الشركات هتسيب جنيه تحسباً للتقلبات اللي ممكن تحصل للأسعار. أما بقى الفئة المتوسطة اللي هو LM واللي زيها فأسعارهم مش هتزيد عن 43 جنيه. أما بقى الفئة العليا زي مارلبورو واللي زيها هتكون الزيادة عليهم من 55 ل 60 جنيه، وده حسب الزيادات الجديدة في قيمة الضريبة. بس إمبابي شايف إن في حلول تانية لازم تنفذها الحكومة عشان نخلص من الأزمة دي ونقضي على حيتان السجاير. أهم حاجة لازم تتغير هي طريقة التوزيع، يعني بدل ما شركة الشرقية للدخان مثلا كانت بتوزع على كبار التجار، تبدأ توزيعها على المحلات الصغيرة الأول بحيث تضمن إن السجاير توصل لكل البياعين وتمنع أي احتكار ممكن يحصل من الكبار. كمان في القارة الأخيرة الحكومة صدرت كميات كبيرة من السجاير وسحبتها من إيد التجار المخالفين، وعشان كده ياريت تبيع السجاير في منافذ الكيش بالأسعار الرسمية. وحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن زيادة الضرائب على السجاير بتشمل التبغ المسخن والتبغ السائل مش السجاير بس، وإن مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجاير جه عشان يسد فجوة الإنتاج، وده اللي هيحقق نتائج إيجابية هتظهر على الموازنة العامة للدولة، وده لأن رفع قيمة الضريبة المضافة على السجاير هيوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليار جنيه سنوياً. أنتوا متخيلين؟ الفقي كمان قال إنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجاير لازم الحكومة تبدأ تشتغل على هدف زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق. طيب هو ليه يعني لازم الحكومة تفرض ضرائب على السجاير أصلاً؟ شوف يا سيدي، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد إن العالم كله بدأ يتجه لفرض الضرائب على السجاير، وده عشان يساعدوا الناس إنها تبطل تشرب سجاير، لكن رغم كده مصر لسه أقل من المعدل العالمي للضرائب، وده لأن سعر علبة السجاير في فرنسا بيوصل ل 600 جنيه. طيب يا ترى الأسعار وصلت فين؟ حسب تقرير جريدة المصري اليوم واللي استعرض أسعار السجاير في الأسواق النهاردة، عندك سجاير كيلوباترا وصل سعر العلبة حوالي 48 جنيه، سعر علبة السجاير الكيلوباترا بوكس 50 جنيه، لكن سعر علبة السجاير LM الأزرق حوالي 60 جنيه، علبة السجاير LM أحمر وصل برضو 60 جنيه. قولوا لنا بقى انتوا شايفين الزيادة دي منطقية ولا لأ؟